نانسي ليواني. خط الدفاع مكون برونو لانجا ديما كيليسيو، وفي المقدمة فيصل بانجال. بالنسبة لقائمة منتخب المامبابا، بالنسبة لمنتخب الموزمبيقي الذي يأتي في هذا اللقاء في ضيافة منتخب بوتسوانا، المنتخب الذي يستضيف هذا اللقاء وهي المواجهة، مشاركات في كأس أفريقيا في 86 96 98 و2010، وخرج من دور المجموعات، وأول كرات منتخب البوتسواني في محاولة الآن العرضية وفرصة لكنها تتخلص. سيلواني خلصها إلى ركلة ركنية تابعة مرة أخرى لانطلاقة من اللاعب تابانغ سيسيني، سدد الكرة بقوة والكرة تحولت إلى رقم 13 اللاعب سيغولامي بوي، والكرة إلى يد حارس المرمى. الكرة إلى الناحية اليسرى إلى اللاعب برونو لانجا، برونو لانجا، برونو لانجا، برونو لانجا، العرضية ورأسية وفرصة لأول الأهداف لكنها تتخلص. مودينغواني في منتصف ملعب تنقل إلى الناحية اليسرى، محاولة لمنتخب بوتسوانا، الكرة خطيرة عند اللاعب تابانغا سيسيني، عرضية أمام مرمى. القادمة في الكوديفوار بالنسبة للاعب دومينغيز 40 عام، وبعد ذلك قد يكون له الطموح بأن يشارك في كأس العالم، وفرصة لأول الأهداف. أتى الهدف الأول لمنتخب موزمبيق عن طريق هذا اللاعب كيليسيو، يسجل أول أهداف في المباراة. تجاوز كابيلو دامبي ومنح منتخب مامبا هدفا أول، اللاعب كاليسيو أول أهدافه وأول أهداف المباراة لمنتخب مامبا. منتخب موزمبيق كاليسيو يسجل الهدف الأول، هذا اللاعب كاليسيو هدف أول لمصلحة منتخب مامبا. موزمبيق هدف عن طريق اللاعب كاليسيو الهدف الأول لمنتخب موزمبيق. تجاوز الحارس كابيلو دامبي ووضع الهدف الأول لمنتخب موزمبيق. الشاهد مرة أخرى لإعادة، الكرة أتت خلف المدافع تاتاينو ديل هوكوي ومرة من أمام حارس المرمى كابيلو دامبي ووضعها بكل سهولة، رغم محاولة اللاعب الفورد فيلافي لتخليص كرة هذا اللاعب كيليسيو. والهدف ركلة ركنية لمصلحة منتخب مامبا عند لاعب جيلدو لمصلحة منتخب موزمبيق، عرضية أمام مرمى والتدخل من كابيلو دامبي. تدخل كابيلو دامبي حارس مرمى بوتس تحت رعايته تحت رعايته بالنسبة لمنتخب القارة الإفريقية، وكذلك الحال في بقية الاتحاد. منتخب ساحل العاج ومنتخب نيجيريا والكاميرون والسنغال وأيضا المنتخبات العربية، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، والكرة إلى يد حارس المرمى. جولاي عام 1968، بينما أكبر فوز حقق منتخب بوتسوانا ضد منتخب موريبيتشيسو 6-0، وفرصة الآن لمنتخب بوتسوانا، العرضية إلى يد حارس المرمى إيرنان سيلواني. تدخل كرة خط منتخب بوتسوانا، اعتماد واضح على الجهة اليسرى لمنتخب بوتسوانا، تصل إلى اللاعب تابانغا سيسيني، العرضية وفرصة للتسديد لكنها تتخلص كسابقاتها. الكرة تعود مرة أخرى لمصلحة منتخب بوتسوانا، العرضية أمام مرمى، رأسية إلى خارج أرض الملعب، ركلة مرمى لمصلحة منتخب أفضل وأقوى مرشحة لأن تنال بطاقة تأهل هذه المجموعة، لكن الأمل موجود والحلم موجود، والكرة الرأسية تتخلص وتتحول موزمبيقية عن طريق اللاعب غويما. منتصف ملعب أمادو ممتازة إلى برونو لانجا، برونو لانجا، وفرصة للثاني لمنتخب موزمبيق، التسديدة ولكنها إلى خارج أرض الملعب من اللاعب المنتخب بوتسوانا. اجتهادات فردية لكنها فاشلة في
في كرة القدم لا تأتي بأي نتيجة إيجابية. هذه إحدى الكرات التي قد يأتي معها هدف تعادل، أم تكون كسابقاتها ولاحقاتها. والكرة العرضية وإلى يد حارس المرمى إرنان سيلوان، تعود للخلف، الكرة تلعب طويلة وفرصة، حتى هذه الفرصة السهلة يضيعها اللاعب. مصلحة منتخب بوتسوانا الباحث عن التعديل، والكرة العرضية بعيدة كسابقاتها، كسابقاتها كل الكرات إلى خارج الرمال. لأربعة قرون، بينما بوتسوانا يتحدثون اللغة الإنجليزية كلغة رسمية لبوتسوانا. قبل ذلك كانت تسمى هذه الدولة باسم بوتسوانا لاند. والكرة فرصة للثاني، أتى الثاني لمنتخب موزمبيق عن طريق راتيفو، سجل الثاني المنتخب الأفضل رغم الوصول القليل، لكن راتيفو سجل الثاني وفرح الفرانسيسكو كوندي مدرب منتخب مامامبا منتخب موزمبيق هدفا ثانيا. بينما هنا الحسرة طبعا المدرب ديدي داروسا المدرب الفرنسي، راتيفو سجل الثاني لمنتخب مامامبا هدف ثاني من كرة واحدة. استطاع منتخب موزمبيق تسجيل هدف ثاني عن طريق هذا اللاعب راتيفو، يسجل الهدف الثاني لمنتخب موزمبيق. شاهد دون أي مضايقة سدد بقدمه اليمنى على يسار حارس المرمى إرنان. الحارس كابيلو دامبي شاهد تسديدة اللاعب راتيفو في مرمى منتخب بوتسوانا هدفا ثانيا لمصلحة منتخب مامامبا. الهدف الثاني سبق وأن التقيا في التصفيات. الكرة لمصلحة منتخب مامامبا إلى دومينغوز، والكرة في قائمة منتخب موزمبيق. تغييرين إضافيين لمنتخب موزمبيق المتقدم بالهدفين، والعرضية والثالث إلى خارج أو تمر من امام المضت من عمر الشوط الثاني، والنتيجه 2 منتخب موزمبيق. والكره عند المولودي بودي رواي مودي جواني في محاوله الان للناحيه اليسرى كيتسو مانغولو، فرصه هذه للتعادل او تقليص الفارق. اخيرا نجح منتخب بوتسوانا في تقليص الفارق عن طريق اللاعب مولاودي، يسجل الهدف بعد عك كروي واضح وصلت الى شباك إرنان سيلواني. هدف تقليص الفارق لمنتخب بوتسوانا افرح كل من حضر في هذه المباراه. هذا الهدف هنا الفرحه بعد هدف اللاعب مولاودي، هدف افرح حتى هذا الفرنسي ديدي داروسا باجتهاد فردي بحت. شاهدون الكرة كيف أتت، كيف تخلصت، كيف عادت، كيف وصلت للاعب مولاودي ووضعها في المرمى. خلصها إدميلسون دوفي في البداية، لكن المتابعة هنا الكرة إلى الناحية اليمنى في عرضية وفرصة، جول ثالث لمنتخب مامامبا هدف عن طريق أوزيبيو اللاعب الموزمبيقي، يسجل ثالث هدف لمنتخب بلاده لاعب أوزيبيو، ثالث الأهداف بعد كرة من راتيفو وصلت لأوزيبيو وسجل الهدف الثالث لمنتخب مامامبا منتخب الموزمبيقي الأفضل بعد أن قلص مولاودي النتيجة. عاد مرة أخرى منتخب الموزمبيقي وسجل الهدف الثالث رغم محاولة كابيلو دامبي للتصدي، إلا أنها تجاوزت هذه الكرة الحارس من بين قدميه إلى الشباك. هدفا ثالثا أوزيبيو يسجل الهدف الثالث. وهذه بيتر كاماكو نيجيلي نيجيلي إرنان سيلواني نيجيلي أضاعها كما ضاعت فرا عند اللاعب تومي سانك أوري بوني، تتخلص اصطدام بين لاعبي المنتخب الموزمبيقي. أتى
الهدف الثاني لمنتخب بوتسوانا، هدف ثاني عن طريق هذا اللاعب كيتسو مانغولو، سجل الثاني وأفرح الأنصار في هذا اللقاء. هدف الكرة تهيت والتسديدة من اللاعب رقم 10، اللاعب رقم 10 هو من سجل نيجيلي الذي